اوكي اهلا ايبك، مساء اهلا، الخير. شكرا، مساء الخير. دونك انا يعني كثير سعيده اللي نهضر معك على النضال تاعك ضد استغلال الغاز الصخري في الجنوب في الجزائر. انت يعني كنت مناضل ضد التهميش للعداله الاجتماعيه في مدينه ورقلة، وانت ما زال تتناضل لي يعني لحقوق الإنسان، الحريات في الجزائر. سبق ساعة حبيت نهضر معك على الخبرة تاعك في هذا النضال المهم في تاريخ الجزائر. إيبك، أول مظاهرات اللي شفناها في عام 2014 و15 في جنوب ضد الغاز الصخري كانت يعني كانوا في مدينة ورقلة، لكن كمان أدرار، تمن راست، عين صالح. حبيت يعني نسألك، أنت في هذا الوقت كنت مناسق عام لحركة البطالين يعني في مدينة ورقلة، وحبيت نعرف يعني وش كان الأسباب اللي جاب لك يعني في هذا النضال ضد استغلال الغاز الصخري في الجزائر؟ نشكرك على الفرصة هذه. الحكاية نتاع الغاز الصخري، كيفاش حتى ولينا حنايا كبطالين ولينا مهتمين بها. قبل هنا في ورقلة كان شارع منظم، كانت حركة نتاع بطالين، كانت ناس طالب بالتنمية. جاونا معلومات بلي كاين بلي الحكومة راها دير في تجارب باش تمشي في مشروع نتاع استغلال الغاز الصخري، والمعلومات هذه كانت تجينا من داخل سوناطراك، مواطنين كما احنا ديزانجينيور وناس يعني خدامين، حتى عمال بسطاء كانوا يشوفوا بعينيهم، كانوا يشوفوا الماتريال نتاع الغاز الصخري. هذاك الوقت بدينا بالفيسبوك، بدينا ننشروا كيفاش نديروا نتواصلوا، واش لازمنا نديروا، واش منا. تواصلوا معنا اساتذه، وتواصلوا معنا دكاتره من الجامعه، تواصلوا معنا خبراء في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكيمياء ولا في الـ في الـ في, الـ في البترول، ونسقنا مع بعض ودرنا وقفات احتجاجية كبيرة لهنايا في ورقلة. هذه في صيف 2014، صيف 2014. ومن بعد كبرت الحكاية وديكلونشات في مدينة عين صالح في 2015. أول جونفي 2015 خرجوا مواطنين تاع عين صالح بالألاف، بعد ما كان بير بحدا المدينة نتاعهم، خرجوا في حركة احتجاجية كبيرة اللي كانت مفاجأة حتى لنا احنا في ورقلة، كانت مفاجأة لنا احنا. من بعد ولا كاين تنسيق، ولينا نتحركوا في الولايات الجنوبية كامل، ولينا نتحركوا مرة واحدة، وكاين حتى في الولايات الشمالية كاين نشطاء اللي يعاونونا، كاين احزاب سياسية ثانية اللي وقفوا معنا. وش كان الأسباب يعني أنت يعني كمواطن جزائري كمناضل يعني، وعلاش فكرت باللي هذا قضية صعبة للجزائر؟ كما قلت لك قبيل، قلت لك في 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 وسط المحتجين كانوا كاينين خبراء، كانوا يفهموا فينا، كانوا يحكيوا لنا على الاخطار نتاع الغاز الصخري. واكبر ضرر من الغاز الصخري هو الاستغلال تاع المياه، الاستغلال الكبير للمياه. يعني احنا كنا نشوفوا فيها كانها حرب استنزاف. يعني عندنا البترول وعندنا الغاز، الدولة راها تستهلك فيهم. كنا نخمموا أنه الماء هو الثروة نتاع الأجيال اللي جاية، كنا نشوفوا فيه خط أحمر، يعني ممنوع تمثلي المياه نتاع اللي هي مستقبل نتاع الأجيال القادمة ونتاع البلاد بطريقة تافهة، وأثبتت الفشل نتاعها في شحال من بلاد. صحيح. أنا نذكر باللي في يعني في نفس الوقت كنتوا تهضروا على يعني التهميش، قلت له يعني باللي يعني مواطنين للجنوب في خطر، يعني خاصة هم في خطر، ويعني إنه هذا قضية الغاز الصخري قضية يعني بتزيد على كل المشاكل اللي شاف الجنوب، زي يعني البطالة، التهميش، عدم التنمية اتسيتيرا. يعني ممكن تقول كم كلمات على هذا الموضوع الثاني؟
إيه إحنا هذاك الوقت كنا نقولوا باللي هي الحكومة كانت تتهم فينا إحنا باللي رانا نديروا في حركات انفصالية باش نقسموا الشمال على الجنوب وباش نديروا الجنوب وباش نديروا حركة انفصالية، ولكن الواقع يقول شيء واحد آخر. الواقع يقول أنه السلطة كانت مهملة الجنوب ومازال لحد الآن راهي مهملة الجنوب، ولكن إحنا كنا نحوسوا كيفاش نديروا نربطوا الجنوب مع الشمال، كيفاش نكونوا مواطنين على مع درجة واحدة مع المواطنين تاع الشمال. ما يخفاش عليك أنه إحنا في الجنوب نعانيوا بزاف من قساوة تاع الطبيعة، من غياب المال، غياب أسس الحياة، مثلا مستشفى جامعي ما عندناش هنا في الجنوب، ما عندناش مستشفى خاص بالحروق مالغري مدينة حسين مسعود اللي فيها أكبر خزان تاع بترول واللي فيها أكثر من 1500 شركة أجنبية، ما قدروش يديرونا حتى مستشفى خاص بالحروق. يعني كي تصرى أكسيدون في كاس صندا ولا لازم يديوه على الأقل 1000 كيلومتر من الصحراء للفوق. وما زارنا فيها المشكلة هذه على حد الآن. يعني كل الكوارث هذه وكل المعاناة هذه اللي نعاني فيها، وتزيد الحكومة تجي من فوق كأنها تصب الزيت على النار. يعني احنا مجروحين وهي تزيد تدير في الملح. احنا محتاجين الأولويات، وتزيد تروح انت تروح للثروة المائية، تروح تفسدها على تجارب أثبتت الفشل نتاعها بزاف بزاف مناطق وبشهادة بزاف خبراء وبشهادة نشفى. هذاك الوقت البرلمان الفرنسي رفض فكرة تجربة فكرة الآبار التجريبية تاع الغاز الصخري في الأراضي الفرنسية، ولكن في نفس الوقت كانوا مستعدين أنهم يسييوا هذه التجارب الفاشلة عندنا هنا في الجنوب الفوق. أنا شخصياً راني راضي على المسار النضالي اللي مشينا فيه لحد الآن. قدرنا نعاود ونكسبوا الاهتمام تاع السلطة مالغري يعني حتى مازال ما تغير والو، ولكن لفات اللي خلاص الجنوب ولا لهم مشكلة في راسهم. يعني الناس ما تقدرش تحقرهم، ما تقدرش تجاهلهم، ما تقدرش ما تقدرش ما تديرهمش في الحساب. قدرنا نفرضوا نفوسنا. يعني صح هي البلاد كلها راهي تعاني، ولكن درجات الجنوب كان يعاني 3 درجات، الشمال كان يعاني درجة واحدة، دوك رانا مع الشمال نعانيو في درجة واحدة. اوكي إيبك، شكرا بزاف على المقابلة، ويعني اتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا. يلا مع السلامة. سلام.